90 وانا جاي فوق التسعين ضيع حلم طول السنين ضيع حلم طول السنين احنا طلاب تعليم فني كلنا نازلين هنا قدام مجلس الوزراء نزلنا 15 يوم قدام وزاره التعليم العالي وجينا هنا يومين وده اليوم ال 16 على التوالي ومفيش حد بيسمع لينا حاجه احنا مطالبنا حاجات بسيطه احنا لينا قانون 10% من الجامعات مقاعد الجامعات للتعليم الفني احنا ما خدناش نسبتنا النسبه دي ما اتحققتش النسبه ما اتحققتش يعني الاسباب واضحه كتير اولا ان المجاميع مفيش مجاميع يعني معنى كده النسبه المفروض تنزل النسبه ما نزلتش النسبه بالعكس النسبه عاليه ال 10% احنا يعني بعد حسابات كده لانها ما كملتش 7% يعني اللي جاله كليات في اخر المحافظات واللي ما جاش له كليات 88.6 مش لاقي كليات حكوميه فاهمني مش لاقي كليات حكوميه في حين ان طالب الثانوي اللي بيجيب 55% بيلاقي كليات حكوميه احنا مش لاقيين اي كليه حكوميه